المنتخب الأولمبي بالإمارات يعني معسكر مع الكابتن شوقي غريب. يمكن نهاية اليوم نهاية سعيدة للنادي الأهلي الذي فاز على الترسانة بثلاث أهداف مقابل هدفين. يمكن أجواء مختلفة بلعيبة بغيابات بإصابات، لكن في النهاية الأهلي يفوز بنتيجة وتقدم بقادم الأدوار. يمكن دي نهاية اليوم. ويمكن كابتن محمد يوسف طبعا يعني النهاردة بصراحة يعني سعيد بالنتيجة وسعيد بالأداء وسعيد بعناصر لاعبين مختلفين. يمكن دي كل الأجواء، ويمكن دي آخر حاجة بنشوفها معاك النهاردة كاميرا النادي الأهلي. كابتن سيد لك الكلمة، ولك بكل جديد في كل اللقاءات والجولات الأهلوية. شكرا. ده نور جميل جدا، نور صوته جميل جدا كمان، ما بتحنش الاجواء دي. كابتن ابراهيم، كابتن حشيش، كابتن بلال، اعرض لكم نجم